أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل أبو أحمد يقول: بالنسبة للسجود السهو عند الزيادة، فعندما يسلم الإمام يقومون بقضاء الفائت ثم يسجد الإمام للسهو اتباعا لما جاء في هذه المطوية التي قرأتها ومحققة، وهنا يحصل الشيخ لدى العامة الذين يقضون الصلاة ويسألون الإمام لماذا تسجد ونحن نقضي الصلاة، فما هو الرد الذي يمكن أن يناسب ذلك؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا سجد الإمام للسهو قبل أن يقوم المسبوق فإنه يجب عليه أن يسجد معه ويتابعه، أما إذا قام واعتمد قائما ثم سجد الإمام فإنه لا يرجع ويستمر في قضاء ما فاته.